متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الأيام القادمة وخلال الساعات القادمة بحول الله. نهار اليوم ساد طقس نستطيع أن نقول ذو درجة حرارة أقل من المعتاد في العاصمة الرياض. درجة الحرارة استمرت أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام، بينما ساد طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل، حيث سجلت العاصمة الرياض 19 درجة مئوية فقط خلال ساعات الليل المتأخر. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد المستمرة بالتأثير على المملكة، وطقس بارد نسبيا إلى بارد في بعض المناطق الداخلية من السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع. صورة الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم المنخفضة التي انتشرت في أجزاء محدودة من منطقة الإحساء، وأيضا غيوم عالية انتشرت فوق منطقة الجوف، أما باقي المناطق لم تسجل أي عبور للغيوم على كافة طبقات الجو. نذهب الآن إلى خرائط توزيع الكتل الهوائية من يوم الأربعاء وحتى يوم السبت، حيث يلاحظ تراجع في شدة الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت على شمال غرب المملكة، وبالتالي تعود درجات الحرارة للانخفاض في تلك المناطق، تعود لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام خلال ما تبقى من هذا الأسبوع، وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع. المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى، أجزاء المنطقة الشمالية والجنوبية تبقى تحت تأثير كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد. درجة الحرارة تستمر أقل بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. هذه الكتلة استعمل على انخفاض على درجات الحرارة ليلا، حيث يصل الطقس مائل للبرودة إلى بارد نسبيا في العديد من المناطق الداخلية، لكن يستمر الطقس دافئا في المناطق الساحلية سواء المطلة على الخليج العربي أو المطلة على سواحل البحر الأحمر. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يصل الطقس مائل للبرودة، طقس صافي مع 20 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الخميس طقس صافي 33 إلى 19 درجة مئوية، يوم الجمعة 32 إلى 20، ويوم السبت تحافظ درجات الحرارة على نفس القيم 32 إلى 20 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.